معانا تليفون تاني من دعاء. الو، الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام، السلام ازيك يا دعاء؟ الحمد لله، ازي حضراتكم؟ عامل الحمد ايه؟ لله بخير. اتفضلي صوفيا، معاكي. بتكلم دكتوره صوفيا. معاكي، اهلا اتفضلي. بيكي. ازي حضرتك؟ كويسه الحمد لله، الله يخليكي. معلش، انا عندي حلمين كده اقولهم في السريع. يلا. اول حلم، انا حلمت ان انا رايحه صباحيه واحده صاحبتي، هي مش متجوزه، حلمت ان انا رايحه الصباحيه بتاعتها وانا ماشيه لها في الطريق رايحه لها، في ست ادتني كيس فيه هدوم وادتني مكسرات عروس، فلبست اللبس اللي قدت لي، وكان مرسوم عليه كده حاجه زي اللي هو بيلبسوها الخادمين في الكنيسه. اللبس ده كان لونه ابيض. كان ايه؟ وبعدين لقيت اللبس لونه ابيض. طيب. وبعدين لقيت ام صاحبتي دي بقول لها هي هبه في الدور الكام؟ فقالت لي في الدور ال 17. الاسانسير اهو اركبي، قلت لها ايه ده، بس انا بخاف من الاسانسير. قالت لا ما تخافيش اركبي. فالمهم رحت ركبت الاسانسير، الاسانسير ده كان طالع سريع جدا وانا كنت خايفه وكنت عماله اتشاهد في الحلم، وكان في ثلاث اطفال بنات معايا في الحلم دسولي على الزرار، الزرار اللي هيطلعني فوق. حلو. الزرار ده كان رقم، يعني الزرار لوحده فيه كذا رقم. تمام. فالمهم اول ما نزلت من الاسانسير، الاسانسير كان طالع سريع جدا وانا كنت عماله اتشاهد، نزلت قدام كومباوند كبير قوي، شقق اللي هي كومباوند. ايوه. تمام. الحلم الثاني بقى، وبعدين رحت لصاحبتك ولا ايه؟ لا لا، ما شفتهاش في الحلم. انت ايه، انت انسه ولا ايه؟ لا لا، مش متجوزه. لا. سنك قد ايه؟ الاسانسير ده، عشان الاسانسير ده اتكرر معايا اكتر من 20 مره. سنك قد ايه؟ برضه ببقى طالعه. انا عندي 25. طيب ابشري، الرؤيه حلوه ان شاء الله يا رب. خير ليكي. اتكرر معايا كتير بنفس الطريقه، ببقى طالعه برضو الاسانسير وسريع ومعايا اطفال برضو. طيب حاضر، هنشرح. حاضر حاضر. بصي، هي طبعا بما انها راح تشارك في صباحيه فهو قدوم خير ليها، برضو زواج ليها، وحته الملابس اللي هي غيرتها ولبستها ولبس زي الراهبات وكده، فده دلاله على فرحه وسعاده ويعني بصي، العكس بقى، راهبه يعني عدم زواج يعني، بس هو في المنام العكس بقى، زواج. عرفتي؟ يعني وبعدين مكسرات دي، ده معناه يعني هو شويه هيكون الراجل ده ما عندوش فلوس كتير، لان هي معاها كيس فيه مكسرات، مكسرات دي اللي هي اموال هتدخل بمالها. فهمت ازاي؟ وبعدين حته الاسانسير اللي هي طلعت وكده، ده دلاله على ايه بقى؟ دلاله على ان هيظهر حد في حياتها بصوره، يعني هي اول حاجه هتترعب من ظهرته، يعني ان هو ظهر بالشكل ده، من ظهوره ده، وفجأة كده هتلاقي نفسها دخلت حياته، وفجأة كده طلعت بسرعة، والبنات اللي ظهرت دول ده معناه دنيتها اللي هتتفتح، فحاجة جميلة جدا. وظهور الكومباوند ده معناه انها خلاص هتدخل دنيته بقى، زواج يعني. أبشر الحمد لله.